الدكتور مهدي، زي ما الدكتورة علي قالت أنا عندي أرق، فأكيد ده هيأثر على الحالة العامة بتاعت الصحية ومنها طبعا الوزن. طيب أنا عندي أرق، ده متصل بإيه في الاضطرابات النفسية؟ وهل هو ده معاه إيه من الاضطرابات النفسية بيعمل لي مشكلة في فكرة إن أنا أخس أو إن أنا أوصل للوزن اللي أنا بحلم بيه؟ تمام. وفي دراسة أمريكية معمولة سنة 23 قريبة قوي، ودراسة شاملة بتدرس العلاقة ما بين النوم والحالة النفسية والتمثيل الغذائي. الدراسة غاية في الأهمية، اللي بيقولوا إنه حوالي من 79% من المراهقين ما بياخدوش وقت كافي للنوم. المراهقين محتاجين ساعات زيادة، عشان محتاجين من 7 لـ 9 ساعات، ما بياخدوش الوقت ده. والكبار 35% منهم ما بياخدوش وقت كافي من النوم. الكبار ممكن ياخدوا يحتاجوا ساعات أقل شوية. وقالوا إنه في المتوسط في المجتمع الأمريكي الناس ما بتنامش أكتر من 6 ساعات ونص، وده مش كافي لكل الأعمار، وإنه عدد الساعات القليل ده بيقدروا يقيسوه بسهولة. الحكاية بقى الكلام اللي بتقوله دكتورة عالية، إنه مش بس قلة النوم، لا كمان الخريطة بتاعت النوم، لانه عندنا في النوم اللي مع حركه عين سريعه والنوم اللي من غير حركه عين سريعه، واللي من غير حركه عين سريعه 4 مراحل، ومفروض النوم الحركة عين سريعه من 20 لـ 25% من وقت النوم، والباقي في النوم اللي هو من غير حركه عين سريعه، وده المرحله الاولى مفروض تبقى 5%، المرحله الثانيه تبقى 81%، المرحله الثالثه والرابعه اللي هي بالموجات البطيئه دي بتبقى من 16 لـ 20%. وده اهم بقى، يعني برضو كان في مؤتمر في سان فرانسيسكو وكان ندوات كتير جدا وجلسات كتير على اضطرابات النوم. ليه بقى؟ لقوا انه بالذات النوم اللي معاه حركه اللي معاه الموجات البطيئه في رسم المخ ده مهم جدا، وانه نقصه بيعمل اضطرابات عضويه. يعني كتير من الناس المصابين بالسكر عندهم نقص في النوم اللي مع حركة العين البطيئة دي أو الموجات المخ البطيئة من عميقة. اضطرابات القلب ليها علاقة، اضطرابات المناعة، السرطان، دي كلها أمراض عضوية ليها علاقة بنقص وقت النوم عموما، ونقص النوم اللي احنا بنسميه النوم العميق اللي هو المرحلة الثالثة والرابعة في النوم. فده له علاقه كتير بالاضطرابات، ايه، بحاجات عضويه في الجسم. كمان الاضطرابات النفسيه علاقه قويه جدا ما بين الاكتئاب واضطرابات النوم. طبعا بيتقال ان النوم هو عباره عن مرض اضطراب الايقاع اليومي للنوم. الناس اللي بتنام في ميعاد في ميعاد مختلف كل يوم، تصحى في ميعاد مختلف كل يوم، او الناس اللي بتنام الصبح وبتصحى طول الليل، نايمه طول النهار وصاحيه طول الليل، ماده الميلاتونين بتفرز في المخ بالليل في الضلمه. الناس اللي بتنام بالنهار بيحرم من هذه الماده، دي ليها تاثير منظم ومنسق للنشاط المخ. هو هيعرف منين العصر. احنا ضلمه ولا نور؟ والاكل هيعرف منين احنا بالليل ولا بالنهار؟ الدراسه برضو بتقول انه في العالم كله دلوقتي في شكوى من اضطرابات النوم. من يوم السوشيال ميديا ما طلعت الناس ما عادتش بتنام كويس، وده مرتبط بامراض أخبار. يعني انتوا هتسمعوا كتير في بتسمعوا دلوقتي انه شباب كتير جالهم ازمه قلبيه وراح ركب دعامات وهو عنده 30 سنه. هتسمعوا انه نسبه قله النوم، نسبه السكر بتزيد، قله النوم واضطرابات النوم. فالسنوات الاخيره شهدت زيادة في الأمراض المتصلة بالمناعة والسكر وأمراض القلب. يعني في كندا لقوا أنه أمراض القلب زادت في السن الصغير 4 أضعاف في 20 سنة الأخيرة. التفسير الوحيد عندهم أنه اضطراب النوم. فاضطراب النوم بيؤدي الى اضطراب في الهرمونات بتاعه الاكل وتخزين بقى الدهون والحاجات دي كلها،
لصالح مزيد من تخزين الدهون والسمنة. السمنة بتتزايد برضو بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، جزء منها من اضطراب النوم. يبقى اضطراب النوم اللي هو سائد في العالم كله، ما تقابليش حد إلا وهيشتكي باضطراب النوم. ده مسؤول عن كثير من الأمراض اللي زادت بشدة. يعني المعروف عندنا مثلا الاكتئاب زاد حوالي 5 أضعاف في السن من 15 لـ29، والانتحار برضو زاد 4 أضعاف في هذه المرحلة من السن. في طبعا عوامل كتير، الضغوط بقى بتاعت الحياة العصرية والحاجات دي كلها، بس يبدو أن السوشيال ميديا كانت لها الدور الأكبر في زيادة الاضطرابات النوم، زيادة الاكتئاب، زيادة نسبة الانتحار، وده طبعا له أسباب كتير.